لا احنا رايحين اتكلمنا في الفيديو السابق على السيتس وخدنا كلمات زي سيركل وجوين وماتش والكلام ده. النهارده بقى نتكلم على ازاي اعمل باترن. لما يجي لي السؤال كده بيقول لي كومبليت كومبليت، ويقول لي هنا 1 2، يعمل لي هنا سبيس 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 سبيس. طيب يبقى هنا المطلوب ان اكمل 1 2 3 4 5 6 7، وممكن اعملها بالعكس يبقى هنا 9، وده بنسميها الاسندنج اوردر، الترتيب من الصغير للكبير. هنا بقى العكسها الديسندنج 9 8 7، وبعدين نكمل له احنا كده هيقول لي طبعا ايه 6. اقول له احنا نازلين السلم من فوق لتحت من الكبير للصغير 5 4 3. تمام، وفي باترن حلو قوي كده يعمل لي كده، وقوم عامل لي هنا 3 4، عامل لي الباترن ده عباره عن الاسندنج والديسندنج مع بعض. هنبدا من هنا 3 4 يبقى هنا ايه 5 بعدين 6 بعدين 7 وهنا 7 6 5 descending 4 3 2 1. تمام، او برضو تعملها لي كده 6 7 space space يبقى 6 7 ايوه 8 9، وهنا اقول له 9 8 7 6 4 5 4. طيب في باترن كمان اللي هو ده 1 3 سبيس سبيس سبيس، هنا بنقول له احنا بنزود كل مره كام 2، او احنا طالعين بنسيب سلمه ونطلع للسلمه اللي بعدها، ف 1 زودنا لها 2 بقت 3، 3 هنزود لها 2 هتبقى 5، 5 هنزود لها 2 تبقى 7، 7 هنزود لها 2 تبقى 9. ممكن نعملها بالعكس 9 7 5 3 1. تمام، وفي تاني ممكن نقول له 0 2 4 سبيس سبيس سبيس، يبقى هنا بنزود برضو 2 يبقى 6 6 بلس 2 8 8 بلس 2 10. ديت كل الايه الباترن اللي ممكن يجيله في اللسن 1 في الفيرست ترم كله. تمام، يبقى 1 2 3 4 5 6 7 او بالعكس 9 8 7 6 5 4 3، وهنا 3 4 هنكمل بقى بعد ال 4 5 6 7 احنا ماشيين بالعكس 4 3 2 1، وهنا 4 5 6 7 8 9، وهنا الباتر بتاعنا احنا بنزود 2 1 3 5 7 9 او احنا بننقص 2، والاخير ممكن نبداه من هنا 10 8 6 4 2 0. تمام، طيب هناخد كلمه جديده النهارده اسمها كلمه احنا خدناها قبل كده اللي هي مور زان او جريتر زان، اكبر من والاشاره بتاعتها كده. الكلمه الثانيه ليس زان، دول مهمين جدا، وسمولر زان مهمين ليه؟ لان انا بستخدمهم في بيقول لي كومبليت باي يوزنج مور زان ليس زان اور ايكوال، ويقوم كاتب لي مثلا 3 بلس 1 وهنا مثلا 5، 2 بلس 6 مثلا 6 بلس 2، 3 لازم يعرف الارقام تتكتب ازاي بالحروف، وهنا مثلا 7 مثلا 6 ماينس 3 وهنا 6 بلس 3. نبدا باول واحده 1 بلس 3 بنحط فوقها 4 وهنا 5 يبقى ال 5 مور زان.
2 بلس 6 ولا 6 بلس 2 نفس الرقمين مع بعض يبقى ايكوال 3 7 يبقى 7 مور زاد 6 ماينس 3 ايكوال 3 6 بلس 3 ايكوال 9 يبقى 9 مور زاد تمام كده طيب برضو هنتعلم كلمة ascending و descending قلنا ascending يعني ترتيب تنازلي سوري تصاعدي ascending تصاعدي من بصعد من الصغير للكبير كأنه صاعد سلم والتانية descending ده تنازلي ترتيب تنازلي from greater to small هنا بنرسم ممكن نعمله الاسندنج ده نرسم سلم كده ممكن هنا ال 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تمام ده اسمه ايه بقى ده اسمه ascending وعكسه نازلين من فوق لتحت descending طيب ازاي يحفظ الكلمتين دول ولو حافظ دهيت كل اللي هيحفظ ascending كل اللي هيعمله هنشيل ال A ونحط مكانها DE ويكمل بقية الجملة يبقى هيحفظ كلمة واحدة ascending طب descending يحفظها ازاي؟ هيشيل ال A ويحط مكانها دي ويكمل بقية الجملة تمام كده؟ طيب فهناخد بعد كده هناخد بقى ترتيب يقول لي arrange ascending order ويجيب لي 7 و 3 و 0 و 5 و 9 هنعلمه إذا ascending أصغر رقم نحط عليه يبقى 0 بعدين 3 بعدين 5 بعدين 7 بعدين 9 طب نفس البتاع نقول له descending نفس الأرقام في نفس المسألة نعكس بقى هنبدأ من ال 9 بعدين ال 7 بعدين ال 5 بعدين ال 3 بعدين ال 0 يبقى احنا رتبنا الارقام ascending رتبناها هنا اللي فوق ascending من الصغير للكبير رتبناها descending تمام بس هو ده درس النهاردة لهذا اليوم وإن شاء الله نكمل في بقية في الدرس القادم ممكن ناخد شوية exercise نحل عليهم تدريب يقول لي مثلا يقول لي complete أول حاجة 0 1 2 3 number 2 4 5 6 number 3 يقول لي 8 7 6 نكمل يقول لي 4 3 يكمل مليت number 5 0 2 4 يكمل number 6 1 3 5 ويكمل 7 9 7 5 ويكمل number 8 6 4 ويكمل تمام كده دوت ايه بتاع اليوم الهوم وورك بتاع اليوم نحاول نحلهم لو فهمهم يبقى فين ايه كل اليونت ايه 1 او كل الفيرست تيرم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته